يعني ممكن اخد هنا بدل سلايس هشيل السلايس واقول له اللينس، واللينس بيعمل لي ايه؟ خلاص هو مش محتاج اي فاليو هنا، هران قال لي اللينس ايكوال 7. يعني ده ايه اللي حصل؟ ان عدد الحروف اللي موجوده في التكست ده هي 7. اد لو انا عملت له هنا اد اد، وبعد ما اعمل له اد هضيف حاجه واضيف احمد، انا كده عملت اد للتكست ده على التكست اللي موجود عندي. قلت له ريفرش فقال لي محمد احمد، كتبها لي على طول محمد احمد. فالاد برضو بتقدر انها تعمل لي ان انا بقاد تكست على التكست اللي موجود عندي. فانا عندي سلايس، عندي اد، عندي فيرست كاب، عندي عندي حاجات ممكن تتطبق على الحروف. يعني ممكن اعمل حاجه مثلا لو انا عندي الارقام، مثلا تعالى نعمل الرقم بتاعي، الرقم بتاعي هنا في الفيو خليته بلاش 20، خليته 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا. ده فايل كبير من احدى الفلاتر اللي انا ممكن اطبقها، او مثلا ان انا اجي اقول له في الايدج هنا اجي في الايدج هنا واقول له علامه الفلتر واقول له فايل سايز كلمه واحده فورمات، الفايل سايز فورمات، فايل سايز فورمات صح كده، واقول له سيف. واقول له ران، طلع لي ايرور لان الفايل سايز فورمات مكتوبه بس غلط. مكتوبه غلط بس الفايل سايز فورمات، اقولها لكم معلش. وبرضه دكتور موضوع السبيس اللي هو السبيس بين بين زي الشرطة دي وكلمة H. بص هنا بيديني الفايل سايز بالمنظر دوت، طلعش ايرو خلاص. قال لي ان الفايل سايز بتاعك 117.7، ما بيديني الفايل سايز اكوردنج ليه الفورمات اللي المفروض يتم اكوردنج لحجم التكست اللي موجود عندي. يعني لو جيت انا جيت هنا وقلت له وقلت له صغر لي الفايل ده شويه، التكست ده شويه اللي موجود في الفيوز خليه لي بالمنظر ده، وقلت له فايل وعملت ريفرش، تبص تلاقي هو ايه الدهالي بالكيلو بايت مش بالميجا بايت. ادهالي بالكيلو بايت مش بالميجا بايت. فده من احدى الفلترز اللي ممكن انها تتطبق على الاوبجكتس، او تتطبق على النمبر، او تتطبق على التكست. ففي فلتر بيتطبق على التكست، وفي فلتر بيتطبق على النمبرز. طبعا دي الحاجات اللي بقت موجوده عندنا. تعالوا نبص على حاجه مهمه جدا بقى كمان. أه
هو مين اللي بيشات؟ مين اللي عايز المحاضرة تخلص؟ طيب تعال نبص على حاجة تانية كمان، ألا وهي التاكس. التاكس دي حاجة مهمة جدا، وعندي نوعين أساسيين من التاجز. عندي نوع من التاجز لابد إن أنا أعمل له إند تاج، وفي حاجات مش لازم إن أنا أعمل لها إند تاجز. التاجز في لغة الدي تي إل بيتكتب معايا بالطريقة التالية. هاجي هنا على الإندكس دوت اتش ام ال. التاجز لو أنا حبيت إني أطبق حاجة، والحاجة اللي أنا بطبقها دي تبتدي تتطبق على كل الصفحات اللي موجودة عندي. يعني مثلا لو أنا عايز مثلا الباك جراوند كولر بتاعي يبقى موجود في كل الصفحات بكل السيناريو بنفس الشكل، مفيش داعي إن أنا أقعد أقول له بقى باك جراوند كولر إيكوال كذا لكل الصفحات، أو إن أنا عايز أعمل هيدر معين، فمفيش داعي إن أنا أقول له كل مرة إن أنا عايز أحط الهيدر بتاعي في كل الصفحات بالمنظر ده. فالدي تي ال بتقول لك إيه؟ طالما إنك شغال على مشروع فأنت ممكن تستخدم التاكس. عشان استخدم التاجز حقيقة انا بعمل التالي، بعمل علامة في المية علامة في المية جوه قوس، وبكتب هنا اسم الايه، اسم التاجز من احدى التاجز اللي موجودة عندي اسمها extends. extends دي بتطبق لي او بتورث لي التاج اللي موجود في حتة معينة يبقى موجود في كل الصفحات اللي موجودة عندي، وده ملوش اند تاج. يعني ده ملوش اند تاج، لو هو ليه اند تاج هبص الاقي الاند تاج بيتكتب كالتالي، بيتكتب بالسيناريو ده. واجي هنا واقول له اند واحط هنا التاج نيم، ايا كان التاج نيم بتاعي ايه او شكل التاج بتاعي ايه، او يعني اند اكستنس، بس الاكستنس ملهاش اند. يعني في حاجات تانية بيبقى ليها اند زي ما هنشوف مع بعض. طب تعالوا نطبق التاجز دي بسيناريو ما بتكنيك ما، ونشوف التاجز بتتطبق ازاي. عشان نطبق التاجز انا هاجي هنا جوه التمبلت بتاعي وهعمل صفحة ولتكن اسمها base.html. انا عملت صفحة تانية اسمها base.html، عندي index.html وعندي base.html، وبعدين هبتدي اعرف في الـ في الـ في base.html هبتدي اعرف التاج بتاعي هيبقى موجود ازاي وهيكتب ازاي. تعالى جوه البيز جوه ال HTML هنعمل ستايل مثلا، ستايل، وجوه الستايل هعمل باك جراوند البادي، وهعمل له البادي بتاعي وهعمل له في الباك جراوند اللي موجود عندي ايه؟ هعمل له مثلا باك جراوند، باك جراوند الباك جراوند بتاعي مثلا هعمله اللي هو الاسود ده، كده الباك جراوند بتاعي بقى ده ستايل كده انا حطيته في الصفحه اللي اسمها بيز. والستايل اللي انا حطيته في الصفحه اللي اسمها بيز ده عايزه يتطبق في كل الصفحات التانية، الصفحه اللي اسمها اندكس والصفحه اللي اسمها اباوت، وانا عايزه يتطبق في كل الحاجات اللي بقت موجوده عندي في الكلام ده كله. حاجه جوه ال اكستنت جوه الاندكس، شيل بس ده، جوه الاندكس بتاعي اقوم عامل العلامتين دي واقول له extend extends ايه، ايه الاكستند بتاعي بتاع التاج هسميه البيز
.html. فانا حطيت كده الاكستند بيز دوت اتش تي ام ال، كده انا عملت في البيز وعملت له الاكستند دوت بيز اتش تي ام ال، هو ده اللي هيبقى موجود عندي في الايه في الصفحه بتاعتي. ده معنى كده ان انا قلت له خلي الاندكس بتاعي ياخد نفس السيناريو بتاع الايه الاكستند بيز دوت اتش تي ام ال. طب تعالى نبص على السيناريو ده بقى عامل ازاي. هستوب شير اهو وهشير لك الكومبايلرز. حط لي ان الصفحه بتاعتي بتاعه الاندكس خليها لي بالتاجز اللي بقت موجوده عندي. بس خلي بالنا من حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها؟ الا وهي ان احنا ايه الحاجه المهمه اللي انا لازم اخلي بالي منها؟ الا وهي ان انا لازم اعرف ان بمجرد ما عملت تاج جوه اسمه اكستنس جوه الصفحات، اصبحت الصفحات لا يمكن انها تقبل اتش تي ام ال كود. يعني انا لو جيت كتبت هنا دكتور معلش بس كنت عايز اقول لحضرتك، هو لما انت شيرت اللي هي الصفحه، ايوه هي دي الصفحه دي باينه انها الويب بيج نفسها سودا. ما هو ايه اللي حصل؟ بص بص تاني، انا عملت ايه؟ معلش انا هشير تاني الفيجوال سكريبت. انا عملت ايه؟ انا جيت هنا عرفت صفحه اسمها بيز، صح كده؟ هي فيها باك جراوند. تمام. وعملت في الباك جراوند بتاعت البيز خليتها بلاك. اوكي تعال نخليها مثلا اللون ده كده، معلش. اوكي تمام. وبعدين انا عايز اطبق اللون ده على كل الصفحات، عايز اعمل بانر للصفحه، عملت بانر والبانر ده حطيت فيه ايمج، وعايز اطبق البانر ده في كل الصفحات بحيث ان انا لما افتح كل الصفحات يبقى فيها نفس البانر. وبالتالي بخش على الاندكس واكتب له التاج ده اللي اسمه اي تاج بعمله ما بين علامتين اللي في المية دي مع الاقواس دي، قلت له اسمه اكستند، التاج بتاعي اسمه ايه؟ بيز دوت اتش ام ال. يبقى تاج اكستنس موجود في للبيز، الاكستنس بتاعتي اخدها منين؟ من البيز دوت اتش ام ال. كده كل اللي موجود في البيز دوت اتش دي ام ال اتحط فين؟ اتحط في ال كل الصفحات اللي انا عايزها اللي انا هبتدي اكتب فيها الكلام ده. فلو انا قلت له سيف اول. طب معلش يا دكتور بس عندي سؤال بس كده. طب دي واحده ودخلت تاني على الصفحه بتاعتي اهي بقت كده. يبقى انا لما اجي اغير في الفايل اللي انا عامل له او اللي انا هعمل له تاج في بقيه الفايلات التانيه، فاهمني؟ وبالتالي انا بشتغل على فايل واحد وتاج الفايل ده في كل الفايلات التانيه هيبتدي يورث لي الديزاين بتاعي او يعمل لي التمبلت بتاعي اللي انا عايزه. اتفضل حضرتك، ايه سؤالك؟ هو معلش بس يعني اللي هي علامه الاقواس والبرسنتج دي، هي دي اللغه اللي حضرتك كنت بتقولها اللي اسمها جانجو مارك اب لانجوج؟ دي اللي اسمها دي تي ال، هي دي جانجو تمبلت لانجوج. كل اللي انا بقى الفلتر ده دي تي ال معايا، التاجز دي تي ال. طبعا هنلاقي حاجات كتيره قوي منها فلتر ومنها تاج ومنها حاجات كتيره بالمنظر ده، دي كلها دي تي ال لانجوج. دي اللي احنا المفروض بقى ان احنا نبتدي نشوفها مع بعض ازاي ان احنا بنعملها، ونبتدي نعرف لنا المودلز وازاي نكون نكتب مع الداتا بيز اند سو اون. طب حاجه ثانيه. طب حاجه ثانيه، هو في صفحه الاتش تي ام ال اللي انا هبقى ببقى اللي هي يعني البيز اللي هي حضرتك بتعمل اعملها اللي هي اندكس دي اقدر اكتب برضو فيها اتش تي ام ال ثاني خاص بيها عادي، صح؟
فين؟ معلش خليك معايا ثواني، انا هفتح كده. اللي بتاعت انا ايه؟ عندي هنا اندكس، طالما حطيت الاقواس دي دلوقتي ما اقدرش اكتب HTML، ما اقدرش يعني اكتب اي حاجة تحتيها HTML. لو كتبت هنا H1 معايا كده تمام. وجوه ال H1 قلت له my name، وقلت له file، ودخلت هنا وقلت له ريفريش، ما ادانيش حاجة خالص. بص هنا اهو، مش مكتوبة حاجة صح. ما ادانيش اي حاجة خالص. عشان يديني حاجة لازم استخدم تاج تاني. التاج ده اسمه ايه؟ بلوك. اسمه بلوك، وبعد ما بقول له البلوك ابتدي. بس نخلي بالنا ان البلوك ده لازم يبقى ليه اند تاج كمان. يعني البلوك لازم يبقى ليه اند تاج، ما ينفعش ان انا ما يبقاش ليه اند تاج. وبالتالي لما باجي اكتب البلوك بكتب التاج نيم، ولازم كمان اعمل له الانت تاج بتاعه عشان ابتدي اشتغل عليه وابتدي اشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي. فبالتالي هقول له كده مثلا، هقول له التالي معلش انتوا ثواني هنا عشان ايه. هاجي هنا اقول له بلوك واقول له التاج نيم بتاعي اسمه كونتنت، وهنا اقول له اند بلوك اند بلوك، والاند بلوك بتاعي هقول له برضو الكونتنت. اند بلوك اللي هو الكونتنت. انا ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ انا عندي هنا الاكستند ده تاج بيورث اللي موجود في البيز يحطه لي فين؟ في ال بيت الصفحات. الاند البلوك ده عشان يخليني اسمح لي ان انا ابتدي اكتب اي اتش تي ام ال بيج جوه الصفحه، بس لازم اعرف الكونتنت ده جوه الصفحه اللي اسمها بيز. وبالتالي جوه الصفحه اللي اسمها بيز هنا هبتدي اكتب البلوك اللي هو كونتينت. اللي حصل هنا في الصفحه اللي اسمها بيز، انا عرفت له البلوك اللي اسمه كونتينت، وبالتالي لما اجي اخش بقيه الصفحات وابتدي احط هنا بقى مش محتاج اعمل اند للبلوك. ليه مش محتاج اعمل اند للبلوك؟ لان انا مش هكتب هنا اي اتش تي ام ال بيجز، انما في الصفحه بتاعت في الصفحه بتاعت الاند دوت اتش ام ال انا محتاج اكتب. فبالتالي ما بين البلوك اللي انا هكتب فيه اتش ام ال لازم اعمل اند للايه؟ للبلوك. هسيف وهعمل ريفرش. او في ايرور معلش، عشان خاطر البلوك بتاع البلوك بتاع الكونتنت اللي هو في البيز اللي هو في البيز
المفروض في البيز احط البلوك والاند بلوك على طول، صح؟ عشان ما انا مش عامل كده. حاضر. احط هنا البلوك والاند بلوك مباشرة. بلوك والاند بلوك على طول. هخش هنا واعمل ريفريش. هو في تقريبا لا لا خلاص خلاص. اي 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 توب شير وهشير تاني. حط لي ان الماي نيم از ايه؟ محمد. يبقى انا عشان اعمل تاج بالاتش تي ام ال كل اللي انا هبقى محتاج اعمله ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل هذا السيناريو وابتدي اعمل البلوج تاج والاند بلوج تاج. المفروض دلوقتي بقى ان احنا نبتدي نتكلم عن الموديل. انا عايز اعمل حاجتين اساسيتين، انا عايز اكونكت بداتابيز وعايز اعمل المشروع كامل متكامل معاكم. عشان كده انا من فضلكم محتاج ليكتشر تاني. تمام يا دكتور. ايه هتبقى امتى طيب؟ انتوا عايزين امتى بقى؟ قولوا لي. ممكن الاربع؟ عندنا الاربع في عندنا محاضرات فيه. في ناس بيبقى عندها سكيشن في محاضرة واحدة، وفي في ناس بيبقى عندها سكيشن يعني. ما انا عايزها تبقى بدري شوية، يعني للاربع للخميس. هو الخميس في محاضرات يعني. عارفين ليه؟ عارفين ليه انا عايز اعمل كده؟ انا فاضل لي حته واحده بس اللي اسمها الموديل. اوكي، والموديل ده انا ممكن اخد بريك واخلصه، بس انا مشكلتي مش في الموديل دلوقتي. انا مشكلتي ان انا عايز اخد مشروع كامل متكامل ونعمله مع بعض من A to Z، فدي افاده ليكوا اكتر. صح كده ولا انا غلطان؟ فدي حاجه لمصلحتكوا انتوا، فانا من فضلكوا عايزها بدري شويه. يعني عايزها انا بس انا غير متاح بكره. حد بيقول لي بكره للاسف، وانا بقول غير متاح بكره. حد بيقول لي بكره للاسف، بكره عندي كذا ميتنج مهمه جدا وهبقى نوت افيلبل خالص. ايوه، هو حضرتك يوم الاربع في ميعاد من الساعه 8 في محاضرات، في كان محاضره خلاص خلصت، وبرده يوم الخميس الساعه 9 برده في محاضره خلصت خلاص محاضرات. طب ايه رايكم في الخميس الساعه 9؟ تمام. انا هاخد ماشي. انا هاخد بروجكت كده زي امازون ونبتدي نطبقه مع بعض بالجامب. تمام يا دكتور، بتخلي معانا بس. تمام خلاص. عشان بس عايزين نتعلم حاجتين. الحاجه الاولانيه ازاي كونكت داتابيز واعمل البيمنت والكلام ده كله، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اعلمها لكم ضروري، الا وهي ان انا ممكن اجيب تامبلت وابتدي اكستمايز في التامبلت ده. يعني يبقى عندي تامبلت جاهز اعمله داونلود فري تامبلت وكستمايز في التامبلت ده، او اني انا اكريت من الاول بقى ماي اون بروجكت. فانا هنشوف كده، هفتح لكم الويب سايت ببروجكت ونبتدي ننفذه مع بعض ستيب باي ستيب. خلاص. هبقى محتاج كمان ساعتين ونص كده زي النهارده. هو يوم الاربع، قصدي يوم الخميس ان شاء الله، المفروض هو كان في محاضره داتابيس بس. خلاص خلاص، انا هحط لكم الانونسمنت النهارده. هنزل لكم 2 انونسمنت، واحد بالميعاد النهائي للبروجكت، وعشان انتوا كويسين كده وسمعتوا الكلام وخلينا محاضره زياده يوم الخميس ان شاء الله باذن الله هنأجل لكم البروجكت كمان لبعد الامتحان. يا ريت اوكي. شكرين جدا. والحاجه الثانيه هعمل لكم انونسمنت للمحاضره الاخيره. ماشي يا دكتور. طب معلش، يا رب تكون. كان عندي سؤال بس، هو ينفع برضه في البروجكت اعمل تمبلت عادي ولا؟ ينفع في البروجكت تعمل تمبلت عادي؟ يعني ايه؟ يعني زي ما حضرتك قلت انزل تمبلت واشتغل عليه بالجانجو يعني. مش فاهم السؤال يا لؤي. هو حضرتك انت قلت يس احنا نقدر انستول تمبلت. على فكره معظم الكورسز بتاعت الجانجو بتعتمد، لما بنيجي نشرح الجانجو يعني بيعتمد اساسا على ان احنا بننزل تمبلت ونشتغل عليها.
وكستمايز فيها، ولكن انا ما حبيتش اعمل كده، انا حبيت اشرح لك الجانجو عشان تقدر تشتغل جانجو باي طريقه في اي تكنيك بكل المودلز الممكنه معايا، وبعدين نبتدي نطبق على بروجكت، سواء بقى ان انا داونلود تمبلت واوبن التمبلت دي واحطها جوه التمبلت، يعني انا لما داونلود تمبلت هحطها جوه تمبلت معايا كده ولا مش معايا، وتبقى الصفحات بتاعت التمبلت اوكي المفروض محطوطه في البيز يعني، هتبقى موجودة هنا. بص هتبقى موجودة فين؟ هتبقى موجودة في الحتة دي، هتبقى موجودة جوه التمبلت هنا، هيبقى في عندك كل الصفحات موجودة هنا، واقدر اكستمايز فيها زي ما انا عايز بقى. اوكي هعلمك دي برضو المرة الجاية، وبعدين ابتدي اخد بقى لا بروجكت، يلا بينا نبتدي من اول وجديد ان شاء الله. تمام جدا دكتور، الشرح النهاردة كان مفيد؟ يعني الى حد ما وضح استفدت يعني، اتعلمنا حاجه النهارده؟ وضح حاجات كتير طبعا. طيب الحمد لله. طيب اتفضلوا يا جماعه وشكرا جزيلا ليكم، وهرفع لكم كده كده الريكورد النهارده برضو ان شاء الله بتاع المحاضرتين. بتاع المحاضرتين تمام يا دكتور، جزاك الله خير. شكرا يا جماعه، ميرسي قوي ليكم، تسلموا يا رب. يا دكتور ايوه، وحضرتك ممكن تنزل الـ PDF النهارده كمان؟ حاضر يا فندم. بس كده؟ عفوا عليك.